لاباسه. اي اما مع الترجي موبيل تولي الو. كانك انت زاد مكشخ، وري حبك للجمعيه وتكلم بالعرض الجديد ترجي موبيل، احسن عرض ممكن للمكشخين، يخليكم تتكلموا بين بعضكم بعز الاسوام، على خاطر عندكم 100% بونوس على كل غشارج بخمسه دينارات واكثر، ومعهم 200 اس ام اس و100 ميجا 3G بلاش. ترجي موبيل مكشخ وعليك الكلام. على خاطرني مكشخ من احمر الدم لاصفر الذهبي، من باب سويقه للحلفاوين، مكشخ بالروح مكشخ بالدم. كانك انت زاد مكشخ، وري حبك للجمعيه وتكلم بالعرض الجديد ترجي موبيل. ترجي موبيل احسن عرض ممكن للمكشخين، يخليكم تتكلموا بين بعضكم بعز الاسوام، على خاطر عندكم 100% بونوس على كل غشارج بخمسة دينارات واكثر، ومعهم 200 اس ام اس و100 ميجا 3G بلاش. ترجي موبيل مكشخ وعليك الكلام. ترجي موبيل بضمان اتصالات تونس. وقع تلاقي في مستوى النظرة الاستراتيجية بين المؤسستين، وبدأ الشغل الأول هو سبونسورين استشهاد، والآن مرينا إلى سرعة أكبر باش تكون اسم الترجي، براند الترجي، سيناتير تاع الترجي من العناصر اللي تبنى عليها خدمات وبرودوي للتليفوني سميناه الترجي موبايل. جمهور الترجي العريض باش يساهم بطريقه مباشره وغير مباشره في جمع التدفقات الماليه اللازمه، انه يعني ما نكذبوش على رواحنا، ما نواصلوش في تونس باش نكونوا محترفين، اذا كان ونقول واحنا محترفين اذا كان ما سماش العمود الفقري اللي هو التمويل المستقل على الاشخاص. مشروع ترجي تي في، ووقتها قلت اللي التمشي والتوجه اللي ماشي فيه ترجي هو ما عادش نجمو نكتفيو بالاستشهار العادي سبونسورينغ نورمال قانوني واضح اللي هو سميناه مارك اس دي، تم كلها تسجيلها وحمايتها في لينوربي معهد حمايه المارك، سجلناها بصفه قانونيه واصبحت ملك الترجي. التسجيل هذا عملناه باش نتمكنوا باش نستغلوا الماركة هذه، نستغلوها لازمها الاستغلال في اتجاه انها تولي تشكل هي مورد تمويل للجمعيه. اليوم كما قال سي ابستاز كان موجود، مش كان حتى الترجي هذا تونسي حتى الاتصالات التونسي، يعني مشروع بنتناوى مش مشروع اول حاجه هي أول مرة في تونس، وماهوش مشروع اللي يتعمل في كل دين. نرجع شوية على الشراكة ما بين اتصالات تونس والترجي التونسي في هذا المشروع وفي هذه الرؤية. نقول لكم رأيي أول حاجة، المهم ما كانش سهل. دينا تفكير في هذا في بعض هذا المشروع في مصر فيها الماضية. والحق ما كناش وحدنا، كانوا عندنا منافسين. ذلك كان معنا منافسين، بعض المشغلين الاخرين اللي هم كانوا منافسين ل يعني اقتراح مشاريع من هذا النوع اللي ترجي الترجي التونسي لبعض هذه الشراكه ما بين الترجي التونسي والمشغلين. والحق الحمد لله الفكره نتاعنا اللي اشتغلناها من بداية مع فرق الترجي التونسي، فرق الترجي التونسي كانت الحمد لله تعجبهم، وفكره كما قال صاحب ستار هي تلائم وكانت متكامله مع الرؤيه الاستشرافيه والمستقبليه لمستقبل الترجي التونسي. والحق احنا فخورين انه الترجي التونسي اختار اتصالات تونس باش يكون هذا الشريك الاستراتيجي في هذا المشروع. وقت اللي صححنا في 30 سبتمبر 2013 دونك العام الفارق، وقت اللي قمنا ب يعني عملنا صححنا الاتفاقية كانت شاملة، ما كانش فيها سكون أبل سبونسورينغ باسيف، أنا في سكون في جوسكا ميتنون، ونا إفكتيمون إيلارجي أن مود دو بارتنريا كي بلو لارج، سبونسورينغ، وفي مشاريع مثل هذيك، ومشاريع تنجم تجي في المستقبل، يعني ماهيش حصرية على مشروع ترجي موبيل كيما نديرو. والحق الاتفاقية هي اتفاقية جديدة من نوعها حتى في تونس، سكون أبل أسوسياسيون ديماج. اللي هي كومون كيفاش نستعملوا يعني بالمارك يعني علامه
علامة عريقة عندها لانتو عندها بيت متقرن يعني التاريخ كيف نستعملوها مش كان في الـ في الـ في العلامة الرياضية كيف نستعملوها في 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 يعني برودوي في منتوج آخر كرياضة دونك وهذه المتكمل الأوريجيناليتي دو سو بروجي الحق دونك احنا اون اي تري ساتيسفي دو سو بارتناريا سيني لو 30 سبتمبر 2013 اول ما بينا بدينا بالاكسيون دو سبونسورينغ اللي شفتوا انا اللي هو تاع السيركيون سبونسورينغ والعلامات في كل الحافلة الرياضية اللي قامت بها الدرجة التونسية واليوم نتوج بخطوة ثانية هي خطوة كبيرة ياسر كما قلت أول مرة في تونس هي بعث منتوج تيليكومنيكاسيون يعني بوس جديدة اسمها الترجي الموبيل وسنحكوا عليها بعد شوية اللي نحب نقوله أنه كما قلت إن شاء الله هذه إيتاب كبيرة ولكن ماهيش الآخر إن شاء الله تعدد إن شاء الله نكونوا عندنا بعض المراحل الأخرى واللي إن شاء الله نشكركم ونتخاصموا معكم الإنفورماسيون فيها معناها نقدر نبارطاجي الإنفورماسيون في المومون فيو أما سكو جو فو دير سي كو من 30 سبتمبر لتو من 6 شهور 6 شهور فما هي بوكو ديكيب كي ونت ترافايي سور سو بروجي فما فرق من الاتصال التونسي فرق من الترجي التونسي بيان سور فما بعض الشركاء من الديستريبيسيون الحاضرين معنا اليوم وحرصنا انه مع انطلاق هذا المشروع يكون مع انطلاق بنجاح كبير. العقد هذا معمول على ثلاث سنوات دونك وقت عملنا اتفاق شراكه اطار انا كور كادر يربط لي دو بروجي مع بعض دونك العقد هذا على مدة ثلاثة سنوات لكن قابل للتجديد باش يتواصل مع العملية نتاع متوسطة المدى وخاصة بعيدة المدى ماشية مع الاستشعار لمدة الأولى هي ثلاثة سنين لكن قابل للتجديد. يعني على الترجي الموبيل قاعدين على الريجيولاتور على المؤسسة الوطنية للاتصالات وسيتي فاليدي إذا كان شافت فيه تفرقة ولا كذا راهو فتوا دونك وقلنا لكم بيك سي با اكسكلوسيف اذا كان فما مشروع يجينا من هذا النوع اللي يجيب لي اضافه لاتصالات تونس يضيف اضافه لاتصالات تونس هذا المهم كانوا فاتحين عليه وقلت لك فين الاضافه اللي جماهير خاصه الجمهور الخارجي جمهور كبير جمهور كله شباب وكله معنا شباب كبار وصغار صغير ولكن ياسر شباب ياسر غاليين والشريحه هذيك اللي حابوا نكونوا اكثر معناها موجودين فيها حضرنا معناتها لي كارتين براندي تراجي ولي كارتو شارج براندي تراجي خممنا بيان سور باش ننجحوا في المشروع هذايا ما تنجم كان تنجح كان انت عندك معناتها ان ديستريبيسيون تكون موجوده في كل الجمهوريه التونسيه دونك اخترنا 3000 ديستريبيتور عطيناهم دي كود دو ريشارج فرقنا عليهم نهارين اللي فاتوا فرقنا عليهم لي كارت سيل تراجي لي كارت ريشارج تراجي وعطيناهم لي كود دو ريشارج نتاع اللايف هذاك حاضرين اليوم كي تمشي تلقاهم موجودين الحاجه الاخرى اللي كيف كيف هما متواجدين لي برودوي هذوما تاع تراجي كبير متواجدين في كل نقاط البيع نتاع تونسي تيليكوم قداش عندنا من شريحه خارجه في الدفعه الاولى قداش من شريحه قداش من بيوس اليوم طبعنا 100,000 بيس دي كو يو فيو مش نطمو 100,000 مش نتاو ب 100,000 احنا اليوم نطمو اليوم عندنا اكثر من 2 مليون محب ترجي فهمتني دونك اون فا كومونسي ب 100,000 قبل ما يوفيو لي 100,000 باش نطمو 100,000 اخرين وهكذا دوما طبعنا قرابة 500,000 كارت ريشارج سي طبعنا قرابة 3000 يعني افيش هناك تباع تراجي موبيل طبعنا لي بورت دوكيمون اللي شفتوهم تراجي موبيل طبعنا لي فلايرز تراجي موبيل كيف كيف ابارتير من اجوردي فوز الي فوار دون لافيشاج اوربان لي ريفيل اللي وريتهم لكم اليوم في الراديو كيف كيف سجلنا دونك خدمه كبيره